معنا هاتفيا من بغداد عبد الله الفراجي الصحفي العراقي، مرحبا بك سيد عبد الله. إذا كيف هي الأوضاع المعيشية الآن في قضاء طارمية، وكيف يمارس الناس حياتهم وسط هذا الحصار وحظر التجوال؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك وعلى مشاهدي قناة الرافدين. وعليكم السلام. الأوصال مقطعة، القرى مقطعة فيما بينها، لا حركة توجد في الطارمية مدينة أشباح. اليوم الثاني على التوالي الطارمية محاصرة وطرقها مغلقة، والجيش والقوات الحكومية تمنع الخروج والدخول إلى القرى والأرياف ومدن القضاء. ناحية المشاهدة مغلقة، كما ناحية العبايتشي وقضاء الطارمية. الجيش منتشر بآلاف مع عدة ألوية من الحشد الشعبي مع قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية بكل أصنافها. يوم أمس كان في قضاء طارمية وزيراء الدفاع والداخلية مع رئيس الوزراء وعدة شخصيات عسكرية منها أبو مهدي المهندس. أطلقت العملية أو انطلقت العملية قبل أول أمس ليلة الجمعة. سكرت الطرق وأغلقت القرى، ولم يعد هناك أي مخرج إلى العالم الخارجي. طيب إذا القرى مغلق. أسألك، هل فعلا بحسب يعني تعبير بحسب رؤيتك، هل فعلا هذه الحملة العسكرية التي أعلنتها الحكومة هي أهدافها يعني دوافع أمنية بحتة فقط؟ أخي، لليوم الثالث على التوالي لحد هذه اللحظة لم يأثروا على إطلاقة واحدة ولم يأثروا على أي مضافة لتنظيم الدولة كما يزعمون. أعتقد وكما يعتقد الكثيرون من أهالي قضاء الطارمية أن الهدف هو إفراق قضاء الطارمية والمناطق المحيطة به من أهله. الأمن ليس له علاقة بهذه العملية، بقدر ما أن للحشد الشعبي والقوات الحكومية لها مآرب أخرى من هذه العملية. ولحد الآن العملية مستمرة، ولحد الآن لم تشمل مناطق شرق الطارمية كمنطقة السلمان والحاليين، إنما شملت الطريق الرئيسي الذي يربط بغداد بسمراء. الهدف هو تأمين الطريق إلى سمراء. حتى عملية إرادة النصر الأولى كانت شبه وهمية في البعاج والمناطق الصحراوية التي تربط الأنبار بصلاح الدين بنينوى. ربما كان الهدف هو قضاء طارمية كأي عملية، لكن حطت الحكومة تغطية هذه العملية الأولى بالعملية الثانية لكي لا يقال ان الحكومه تستهدف قضاء الطارميه. اذا هذه الحمله العسكريه هدفها الرئيس كما ذكرت هو تامين الطريق من الطارميه الى مدينه سامراء. طيب يعني لماذا هذا التركيز ايضا منذ اشهر التركيز ليس الان على قضاء الطارميه، مره بالتحريض السياسي والاعلامي لقاده الميليشيات واخرى بالحملات العسكريه المكرره، ما أهداف هذا التركيز على الطارمية أيضا؟ أهداف أولا المنطقة استراتيجية بالنسبة لهم. بالنسبة للحلم الإيراني كما وصف تقريركم، الحلم الإيراني يبدأ بتأمين طريق إلى سمراء، والطريق وعر وما زال وعر لأن قضاء الطارمية منطقة تسكنها عدة عشائر عربية سنية، ولا يوجد بين في هذه القضاء وأربع نواحي و تقريبا تتبع القضاء لا يوجد بيت منزل واحد من خارج المذهب السني. لا يوجد غرباء في هذا القضاء، هو القضاء الوحيد اللي يتابع تقريبا الذي تابع لبغداد، ليس فيه خليط من مذاهب عده، هو مذهب واحد. واغلب اهل هذا القضاء هم رافضون للعمليه السياسيه ما بعد 2003 بكل انتماءاتهم، سواء الاسلاميه او انتماءاتهم المدنيه او العلمانيه. والحكومة تتوجس وتتخوف من هذا من هذه الكثافة السكانية. قضاء طارمية يشمل ثلاث نواحي تقريبا وألف قرية، وعدد تعداد نسماته يصل إلى 450 ألف.
ألف مواطن. الحكومة تتخوف من هذه الكثافة السكانية التي في كل مرة تعد خاطرة لبغداد الشمالية وسلة بغداد الغذائية. الحكومة تريد إما إخضاع هؤلاء الناس سكنت هذه المناطق أو إزالتهم والقضاء عليهم والتغيير الديموغرافي لتأمين طريق سامراء. بكل الأحوال الحكومة تريد إسكات أصواتهم. إذا كنت تسمعني عبد الله الفراجي، في كل مرة تتحدث الطبقة السياسية الطائفية عن أن النهج الطائفي قد جرى على العراق العديد من الويلات، لكنها تعود إلى هذا النهج في التعامل مع سكان مدن معينة. كيف تصف هذا التعامل الحكومي مع أهالي قضاء طرمية؟ كل الطبقة السياسية الموجودة وخاصة قادة الميليشيات اليوم من أوس الخفاجي إلى أبو مهدي المهندس إلى قيس الخزعلي إلى صدر الدين القبنشي الذي هو يتبع لديه ميليشيات ويتبع عمار الحكيم، كل هؤلاء قد حربوا قبل أشهر أو أقل من أشهر على قضاء طارمية وعلى سكنة قضاء طارمية ووصفوه بأبشع الأوصاف. حملة شهرين أو في ليلة عيد كان ليلة عيد رمضان الأخير كانت هناك حملة للمطالبة مطالبة الحكومة بإطلاق عملية عسكرية والقضاء على حواضر الإرهاب كما يسموها، وبعض السياسيين وبعض القادة قادة الميليشيات التي تتبع الحكومة أيدوا وطالبوا الحكومة بأن يهجروا من يعلنوا منطقة الطارمية منزوعة السكان. ولكن ألم تتحدث الحكومة بل واحتفلت بانتصارها على ما يسمى الإرهاب، فكيف تطلق الآن حملة عسكرية للتصدي للإرهاب؟ الحكومة منذ أن أعلنت في سنة 2018 أعلنت الانتصار والقضاء على الإرهاب نهائيا أطلقت أكثر من 10 إلى 15 عملية في ديالى وفي صحاري الأنبار وفي صحراء الأنبار وصلاح الدين ونينوى وأحزمة بغداد، العملية الثالثة أو الرابعة التي انطلقت في أحزمة بغداد خصوصا حزام بغداد الشمالي منذ أن أعلنت هذه الحكومة عن القضاء على الإرهاب والإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية في الأنبار ونينوى. الحكومة تعمل عكس ما تدعي، فقط الإعلام يختلف عن الحقيقة على الأرض. أخي أنا هنا في بغداد في حزام بغداد الشمالي الوضع مختلف تماما، هناك عمليات عسكرية نعم خارج هذه الأقضية، لكن المهاجمون لم ينطلقوا ولم يثبت أن المهاجمين انطلقوا من هذه الأماكن. الحكومة في هذه في عملياتها هذه وفي تحشيداتها لا يبدو أنها تريد تأمين أهالي المنطقة بقدر ما تريد القضاء على أهالي هذه المنطقة وتهجيرهم وتغيير وتحاول أن تغير ديموغرافية هذه المنطقة. شكرا لك يا عبد الله الفراجي الصحفي من بغداد.